بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعينا. رجعنا لكم الجديد في الدرس الثاني من دروس تعلم الـ HTML Table ضمن سلسلة تعلم الـ HTML لتصميم مواقع وصفحات الإنترنت. بالأمس تكلمنا عن الـ HTML Table وقلنا إنه Table هو عبارة عن Table Tag Open وClose وTable Row Table Row Table Row. في داخل كل Table Row في هناك إما Table Header حتى توصف رأس العمود، أو Table Data حتى توصف الداتا في السطر الموجود أو الموسوم حسب الترتيب الموجود أمامنا. اليوم حنتكلم في موضوع الكابشن. ابدي اتكلم، الكابشن هو شبيه في التايتل. أنا بدي يكون في عندي كابشن، إما بكون أعلى التيبل أو أسفل التيبل. الكابشن أنا بدي أعرف الكابشن هاي بالطريقة اللي أمامنا، بقول هو عبارة عن إيش؟ student table. وبس تعال نشوف إيش صار عندي في student table بالطريقة هذه. نرجع نفتح الملف من المجلد تبعه Learn HTML. داخل هذا هناك Learn HTML، في عندنا Table.html، أصبح الكابشن هاي موجود عندنا في Student Table. ممكن نحط كابشن، ممكن نحط أرقام، ونحط ترقيمات معينة خاصة بهذا الكابشن. طيب الآن في عندي نقطة مهمة، ألا وهي لو إجينا بدنا نحط الآن عمود في اليسار، وهذا العمود يكون عبارة عن اللي هو نحكي عن الشعبة أو بنحكي عن الكورس، نقول مثلا السي بلس بلس أو الويب ديزاين هنا، وهي الطلاب تعون الويب ديزاين. قبل هذا بده يكون في عندي عمود وفي داخله تيبل هيدر بنتكلم كورس نيم، وهنا بيكون الاسماء تعون الطلاب اللي تابعين للكورس نيم هذا. اصبح انا بدي اجيب مجموعه من او مجموعه من الصفوف، حيكون هنا على اليسار زي ما احنا شايفين مجموعه من الصفوف، بدمجهم مع بعضهم البعض ضمن اللي هو اسم اللي هو الكورس نيم. طيب تعال نشوف ايش ممكن نسوي في هالقصه هذه. تاخذ باختصار شديد، بنحكي هنا بده يكون في عندي اول شيء اللي هو الكورس نيم ضمن تيبل هيدر. هاي ضمننا التيبل هيدر وبنقول له كورس، هاي كورس نيم. طيب لما انا بقول له كورس نيم بده يكون عندي في العمود الاول او في السطر الاول بعد التيبل هيدر، اسف ما عندي شوي ترتيب حتى الامور تضلها ضمن سياق المنظم والمرتب. هاي اتكلم هاي التيبل، التيبل رو الاول زي ما قلنا، التيبل رو الاول في داخله عندي كورس نيم اللي هو العمود الاول، وفي داخله العمود الثاني ستودنت نمبر وستودنت نيم وما الى ذلك. بنيجي الان عندي السطر الثاني. فالسطر الثاني انا بدي يكون عندي الان هنا تيبل داتا، ولكن التيبل داتا بده يكون عباره عن مجموعه التيبل رو هذا والثاني والثالث والرابع. يعني بدي اجيب انا ايش؟ كم سطر بدي اجيب؟ بدي اجيب اللي هو ثلاثة او خمسة او سبعة او عشرة اللي هو التيبل داتا. بدي اقول هنا ايش اسمه؟ كل سبان، يعني اللي هو بدي ادمج الاعمدة، او ادمج مش الاعمدة، ادمج الرو، رو سبان. يعني عندي انا مجموعة من الرو، رو الثاني والثالث والرابع لحد الخمسة، رو سبان. هاي نسمي بس معلش احنا دخلنا هنا انسيرت كنترول زد زد زد، بس نعمل بس كنترول زد حتى نوصل، بس نرتب الامور. نرجع نرتب امورنا الان. هنا بدي اعمل معلش هاي انسيرت، هاي نقول تيبل داتا. طيب هاي تيبل داتا، في التيبل داتا هذه انا بدي اعمل ايش اسمه؟ كل سبان او رو سبان، مش كل سبان، رو سبان. ليش؟ لان انا هنا نرجع بس خطوه للخلف، بدي ادمج هذا رو الثاني الثالث الرابع الخامس، فاصبح بدي اعمل رو سبان، يعني عندي دمج لمجموعه من مين؟ من الصفوف. كم صف بدي اجمع؟ بدي اجمع خمسه، على اعتبار انه عندي في كل شعبه خمس طلاب، او في كل مجموعه في عندي خمس طلاب. بدي نجي نقول كل سبان بيجي عندي خمسه. طيب خلصنا الكلام هذا؟ خلصنا الكلام هذا. طيب ايش كل سبان ايش بيكون في التيبل داتا هذه؟ حيكون لاحظوا معايا في التيبل داتا بده يكون عندي ويب ديزاين كورس، ويب ديزاين كورس. بس اصبح الويب ديزاين كورس حتيجي عندي في كل سطر مع السطر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. طب نروح نكمل احنا الاسطر كل هذه، هاي احنا عملنا ثلاث او عملنا قديش؟
هاي هذا عبارة عن سطر زي ما انت شايفين، وهي الثاني، وتعال نقول هاي الثالث، وهي الرابع، وهي الخامس. أصبح أنا الآن عندي خمس أسطر تم دمجهم بالطريقة اللي احنا شفناها توي. طيب هيعملنا سيف، وبنرجع هنا بنطلع بعد الريفرش شفنا ايش صار. عملنا الآن هاي واحد، هاي مستوى اللي هو رو 1، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. أصبح لما عملت أنا هنا عملت رو سبان، دمجت الروز، دمجت مجموعة من الروز، مجموعة خمسة روز، فدمجتهم في خلية واحدة. هيك أنا عملت اللي هو دمج الخلايا في خلية واحدة بالطريقة هذه. طيب الآن كيف بدي أدمج الأعمدة؟ لو إجينا قلنا بدي أحط عمود إضافي، ضمن العمود الإضافي بدي يكون مثلا student اللي هو تليفون نمبر، ممكن يكون عندي خليتين، يعني العمود حيكون التيبل هيدر واحد وداخله في عندي واحد اثنين، يعني بدي ادمج الهيدر هذا، بدي ادمج مين؟ الهيدر. تعال نشوف كيف بده يصير. نيجي عند مين؟ ستودنت. هنا قبل ما يخلص العمود الاول هذا بنقول هاي تيبل رو تيبل هيدر. طيب في التيبل هيدر بده يكون عندي اللي هو كل سبان، كل سبان بيساوي اثنين، في داخله ايش بدي احط؟ اللي هو تيل نمبر، تليفون نمبر. طيب تعال نشوف السطر الاول، هاي السطر الاول بعد التيبل هيدر حيكون عندي هاي قبل التيبل رو بدي ادخل تيبل داتا اولى، وبحط له هاي 1 2 3 4 5 6 هذا رقم التليفون الاول، والثاني هاي التيبل داتا الثانيه بدي يكون عندي هاي رقم التليفون الثاني، وامشوا هكذا. وهنا نفس الفكره، بدي اقول قبل التيبل رو هذا بدي افتح تيبل داتا، هنا بدي يكون في عندي تيبل داتا، وبدي اقول في التيبل داتا هاي رقم التليفون زي ما احنا شايفين، وممكن هنا برضو يكون في عندي تيبل داتا، هاي تيبل داتا، وبقول هاي رقم التليفون زي ما احنا شايفين بالطريقه هذه. تعال نشوف ايش صار في موضوع دمج الاعمده. هنا احنا دمجنا عمودين في بعضهم، هاي لاحظتوا كيف دمجنا عمودين، العمود الاول والعمود الثاني، وكنا في كل تيبل رو نضيف خليه جديده فيها قيمه وخليه ثانيه فيها قيمه، وهنا كانت عباره عن تيبل هيدر ولكن معاها الكل سبان 2، يعني خاصيه الكل سبان تساوي 2 حتى ندمج فيها 2 كولومز، عمودين، وتحت بيكون عندي والله في كل خليه قيمه والخليه الثانيه فيها قيمه، وبكمل القصه حتى النهايه. تعال نكملها حتى النهايه حتى نرجع نشوف هذا الموضوع. هاي التيبل داتا زي ما احنا شايفين، باجي بحط الخليتين هذولا اللي هو تيبل داتا في نهايه، هيو في النهايه، وهي بعمل في، وهنا في النهايه بعمل في، وهنا بعمل ايش؟ بعمل في حتى يكون عندي وضوح. هيو الطريقه هذه، وهي في، هاي كنترول في، وهي سيف. طيب بنعمل سيف وبنيجي عندنا حتى نطلع على الموضوع ايش اللي صار فيه. هيك احنا بيكون امام الموضوع، هنا روز بان دمجنا مجموعه اللي هو مجموعه عدد خمسه من الروز دمجناهم في خليه واحده، وهنا دمجنا عدد اثنين من الاعمده في خليه واحده. طيب اخر شيء قبل ما ننهي هذا الدرس، بدنا نتكلم انه ممكن الخليه الواحده يكون فيها ايتم مختلف، يعني ممكن يكون فيها نص، ممكن يكون فيها ليست، ممكن يكون فيها ايمج وما الى ذلك. تعال نحط ايمج في الخليه هذه. شفتوا وين احنا اشتغلنا الويب ديزاين هذا؟ بنيجي هنا بنحط زي الايكون، او هنا في المكان هذا، هاي اصبح وين عندي انا في الكورس نيم، شايفين هنا في الكورس نيم، او في هاي بنتكلم وين، عفوا الكورس نيم، ايوه ويب ديزاين، هنا في المكان هذا. شفتوا انا في المكان هذا بدي احط ايمج. كيف بدي احط الايمج؟ باجي بقول هاي ايمج اي ام جي، افتح الان السورس، قول لي في الايمج هاي ايمج. اذا بنضع الان الايمج هنا في داخل الايمج، مجلد الايمج، في عندي صوره اسمها planning website dot jpg. انا بس بدي احط هنا عندي شويه ويدث حتى اضبط الموضوع، بقول الويدث عباره عن 150 مثلا، ونقول الهايت اوكي عباره عن بنحكي عن 200. طيب هنا بنقول بيكسل وبيكسل حتى نوحد المعايير في هذا الموضوع. تعال نشوف ايش اللي صار، هل فعلا وضعنا وقدرنا نضع ايمج في داخل تيبل داتا او في داخل مثلا بيانات الجدول؟ تعال نفتح الان هذا ونرى ايش اللي بيصير عندي. ايوه
شفنا هنا جبنا صورة في داخل التيبل كولومن او في داخل التيبل داتا. اصبح البيانات اللي ممكن تكون في داخل التيبل قلنا اما تيبل هيدر او اما يكون محتوى نصي او ممكن يكون صورة، وحتى ممكن يكون هنا كمان تيبل. لو جينا عملنا نسخ لكل هذا الكلام مرة تانية في اطار تيبل رو جديد، يعني تعالوا ننسخ كل هذا الكلام من وين؟ من هنا. هاي من هنا، شفتوا كيف؟ ننزل تحت ونشوف الكلام هذا، هيو شايفينه؟ كل الكتلة هذه بنعمل كنترول كوبي واعملها نسخ، هاي عملنا نسخ وبنعمل كنترول في، واعملوا سيف وتعال نشوف ايش اللي صار معايا هنا. طيب تعال نشوف ايش اللي صار معنا هنا. بدنا نقول ايش اللي صار، هاي اتكررت مرة ثانية. انا الان هنا بدي احط في الكورس نيم مثلا، بدي احط هنا ليست، بدي اجي احط ليست، وان كان فيش منطق في الكلام هذا، ولكن تعال نشوف ايش ممكن نسوي. تعال نفتح الكلام الموجود بالمناسبة، بس بدي اغير هنا الموضوع، العرض اديها شوية عرض اكثر. هاي ويدث بنتكلم 250، هاي 250 اف 200. هنا بدي احط ليست في مكان الايمج هذه، شفتوا كيف؟ بدي احط قائمة فيها، هاي بنتكلم هنا، تعالوا هاي شفنا عملنا شيفت. بنقول الان عندي اللي هو اوردر ليست او ان اوردر ليست، وكم من الان اوردر ليست تحط ليست ايتم، هاي ليست ايتم، وبنتكلم سوري هاي ليست ايتم، وسكر الليست ايتم، وتعال قول هنا ويب ديزاين كورس، هاي ويب ديزاين كورس. وبدي اجي اقول كمان في عندي ليست ايتم، هاي بنعمل كنترول كوبي، ويب ديفلوبمنت كورس، وكاني بدي اجمع هنا مجموعه من الكورسات يكون هم نفس الطلاب لثلاث كورسات موجودين، ويب ديزاين كورس، ويب ديفلوبمنت كورس، وبنتكلم ويب اللي هو يو اكس ديزاين مثلا، يو اكس يو اي ديزاينر او ديزاين. طيب اعمل سيف، تعال شوف الان انا في الخليه اللي في السابقه وضعنا في داخل خليه صوره، الان بنضع في داخل خليه قائمه من الايتمز الغير مرقمه. طيب خزننا، اعمل الان تعال ريفرش للصفحه وشوف ايش بصير. اصبح اتمكننا انه نضع في داخل الخليه صوره، وبنعملها ويدث وهايت، وبنجيبها من مصدرها بالطريقه اللي شايفينها امامنا، وتمكننا ايضا نحط في الخليه هذه قائمه مستدله. طيب ممكن نحط في الخليه تيبل اخر؟ نعم ممكن نحط في الخليه تيبل اخر، نعملها نشوفكم قدامنا ونخلص الدرس على خير. تعالوا نخلص الدرس على خير ونعملها. تعالوا افتحوا هذا الكلام ونروح ننسخ القصة هذه كلها، هيا شايفين نسخ هاي من التيبل رول الأول، وكمل للتيبل رول الأخير، وهينا عملنا كنترول كوبي وانزل انتر كنترول في. بنيجي هنا، هينا بنتكلم على مين؟ على هاي التيبل رول هذا، ارجع ورا هنا في المنطقة هذه في التيبل رول الأول اللي هو في داخل التيبل داتا، سوري في داخل التيبل داتا. هنا احنا بالمناسبه التيبل داتا احنا بنشتغل على داخل التيبل داتا، اي تيبل داتا اللي هي هذه، احنا كل شغلنا في داخل التيبل داتا اللي بتنتهي هنا، اللي بتنتهي هنا. طيب في داخل التيبل داتا هذا بدي اقول كمان في تيبل، ها شفتوا كيف؟ وداخل التيبل ايش في عندي؟ تيبل رو، وداخل التيبل رو في عندي تيبل هيدر، وداخل التيبل هيدر في كمان، او داخل التيبل رو في كمان تيبل هيدر، اصبح في تو كولومز. في داخل التو كولومز بدي اقول اللي هو كورس نمبر وكورس نيم. طيب الان ناخذ التيبل رو الثاني، ناخذ مين؟ التيبل رو الثاني، نحط فيه قيمه واحده وبدناش نطول على هيك. هاي التيبل رو، هاي التيبل رو الثاني، وبناخذ تيبل داتا، وهي بنحط الكورس نمبر اللي هو سي 1 2 3، والكورس نمبر هاي سي او التيبل داتا الثانيه بنتكلم اللي هو ايش؟ ويب ديزاين. واعمل كنترول اس وافتح هنا وشوف ايش صار معنا في هذه الخليه الاخيره بنتكلم. هاي احنا فتحنا هنا وجدنا انه تيبل، في عندي تيبل، بس لو اجينا هنا على التيبل هذا وتكلمنا قلنا في التيبل عندك بوردر، حتى نوضح الكلام اكثر، البوردر بيساوي 1 بيكسل، وشوفوا ايش صار معانا، اصبح قدرنا الان في داخل الخليه الواحده
نضع أكثر من نوع من البيانات، وهيك قدرنا نعمل تيبل وتيبل في داخل تيبل وصورة في داخل تيبل، وممكن تحط نصوص مختلفة وقوائم منسدلة في داخل تيبل، وهيك بنكون خلصنا الدرس الثاني، وهذا درس متقدم في التيبلز. نتمنى نكون قد أفدنا. انتظرونا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.